مفاجأة بشعة. تفاجأ بخبرها أهل جدة في أول أيام عيد الفطر المبارك، المجزرة الجماعية العائلية لسفاح جدة. هذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم، فاعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. طبعا القصة أخذتها من جريدة الشرق الأوسط وبعض المصادر الجانبية، فيا عزيز المتابع شاهيك بالنعناع ويلا تابع معي. القصة حصلت بعام 1421 هجرية في جدة في حي قويزة أو توفيق، المهم بهذه المنطقة. كان في شخص سعودي اسمه مفنى لجريدة الشرق الأوسط جلال عثمان خوجة، عمره 47 سنة، متزوج من واحدة من أقربائه اسمها عفاف، ومخلف منها 5 أبناء، 3 بنات و2 أولاد، زيادة 11 سنة وصابر 8 سنين. وعفاف هذه أبوها وأمها توفوا في حادث مروري من 5 سنوات، يعني تقريبا في عام 1416 هجرية، وكان عندها أختين فاطمة، ومتزوجة بجدة بشخص اسمه عبد الستار مختار حسب جريدة الشرق الأوسط، وعندهم برضو 5 أبناء، والأخت الثانية زينب ومتزوجة في المدينة المنورة وعايشة بالمدينة. وبالمدينة المنورة برضو كانت عايشة أم جلال عثمان. يا أخي والله هذا الحلال لا يقاوم. المهم جلال عثمان هذا كان يتعامل مع زوجته بعنف، فكان دائما يضربها، ومرة من المرات عنفها واعتدى عليها بالضرب لدرجة نقلوها للمستشفى ورمى عليها يمين الطلاق أول طلقة. المهم بعد فترة رجعها للبيت، فما كان عندها أحد تلجأ له، أخواتها متزوجات وكل واحدة عايشة حياتها مع أسرتها، فما في خيار أمامها إلا إنها ترجع له. المهم بعدها استمر في تعامله معها بالتعنيف والضرب، وهي صابرة عشان حياتها وأولادها، إلى أن رمى عليها يمين الطلاق للمرة الثانية. وقتها رفعت قضية للمحكمة بإنها ما تبغى وما تبغى ترجع له أبدا، وتطالب بحقوقها الشرعية بعد الطلاق من ناحية النفقة والمسكن والأمور اللي يكفلها لها الشرع. وفي المحكمة الزوج جلال بدأ يبرر ويقول إنه كان في وقتها في لحظة زعل وغضب، وإنه يبغى يرجعها وإنه ما معه إلا هي ومن هذا الكلام، فحاول القاضي إنه يرجعها لزوجها من مبدأ إصلاح ذات البين. لكن البنت هنا انفجرت وحكت للقاضي بإنه حياتها معه عذاب في عذاب، وإن زوجها متعاطب لهم وما تقدر تتحمل إنها تستمر معه، واستمرت على موقفها في الرفض، تبغى تفتك منه من عذابه. وكانت القضية منتظرة في المحكمة على هذه الحالة، وخلال هذا الوقت كانت الزوجة وأبنائها عند أختها فاطمة اللي متزوجة بجدة. المهم لين جاء يوم الفاجعة، ليلة عيد الفطر المبارك لعام 1421 آخر يوم في رمضان، كانت أختها فاطمة وزوجها عبد الستار طالعين للسوق يتسووا، ومعهم عفاف زوجة جلال وبناتها الثلاث. وفي البيت اللي هو بيت عبد الستار كانت الخادمة وأبناء عبد الستار الخمسة، ومعهم صابر وزياد أبناء جلال. فخلال هذه الأوقات جاء جلال لبيت عبد الستار ودق الباب، ففتحوا له أولاده صابر وزياد الباب، فسأل عن الأهل فقالوا راحوا للسوق شوية وراجعين. المهم هنا أبو الشباب دخل البيت وربط أبناء عبد الستار وكممهم، كمم أفواههم، وكان بيده سلاح مسدس، فكانوا الأطفال المساكين عايشين لحظة رعب ما توصف. فبدأ يرميهم واحد ورا الثاني في الرأس، وأنهى لحظات الرعب اللي كانوا عايشينها بنهاية حياتهم. ووقتها الخدامة استخبت في البيت
فما كان يدري عن وجودها أصلا. فمصادر جريدة الشرق الأوسط تذكر إنه قفلت على نفسها بوحدة من الغرف في البيت، وبعض المصادر تذكر إنها استخبت في الثلاجة. المهم إنها تخبت، أبو الشباب بعد ما قتل الأبناء جلس بالصالة منتظر جيء الأهل، وأبناؤه الاثنين صابر وزياد موجودين معه، فبقى منتظر لين رجعوا. وأول ما رجعوا فتح عبد الستار الباب إلا ويشوف ذاك المنظر البشع، أبناؤه مكممين ومربوطين وسايحين بدمهم، وعديل وجلال جالس يناظر مبتسم. فهجم جلال على عبد الستار وصارت بينهم مضاربة لين قتل جلال عبد الستار. وفي نفس الوقت زوجة عبد الستار اللي هي فاطمة أم الأبناء أول ما شافت منظر أبنائها ما قدرت تتحمل، فتوفت بسقطة قلبية بوقتها. فالآن صفي الجو لجلال وزوجته وبناته. في هذه اللحظة صوب عليها السلاح ورماها وقتلها، والبنات صراحة في موقف أنا أعجز إني أوصف. تخيلوا معي خليط من المشاعر ما بين فرحتهم بالأغراض اللي ماسكينها للعيد وفرحانين بيها، والرعب والخوف من هذه المشاهد اللي شافوها بعيونهم، واختامها بقتل أمهم، شيء يقطع القلب. فراح أبو الشباب ماسك بناته الثلاثة وقتلهم واحدة ورا الثانية، وصار البيت مذبحة وحمام دم. عدد الضحايا في البيت 11 شخص، 10 مقتولين وواحدة ماتت صدمة قلبية. المهم أبو الشباب بعد ما انتهى من المذبح والمجزرة اللي عملها أخذ مفتاح سيارة عديل وعبد الستار، وأخذ عياله صابر وزياد وطلع. فبعد ما طلع من البيت طلعت الشغالة المتخبية وبلغت الشرطة، وبلغتهم إنه معه اثنين من أولاده في السيارة. خلال هذا الوقت كان المجرم جلال متوجه من جدة إلى المدينة المنورة، يبغى يودي العيال عند جدتهم اللي هي أمه، وناوي على قتل الأخت الثالثة زينب. وبعض المصادر تذكر إن الحكومة كانت تترصده، ولكن كانت حذرة بسبب وجود الولدين معه عشان لا يصير فيهم شيء لو هجموا عليه، خصوصا إنه قتل بناته من شوية. المهم أبو الشباب وصل لبيت أمه بحي الأزهري بالمدينة المنورة، ودخل على أمه وقال هذولا أولادي. الأم جلست تشوف مستغربة، الأولاد بس؟ وين أمهم وأخواتهم البنات؟ فسألت عنهم واستقبلت الجواب الصادم من ابنها لما جاوبها، قتلته وقتلت عديلي وزوجته وأولاده الخمسة. مفتري. الأم انصدمت، مو مستوعبة هذا الوقت إيش مسوي بسبب هو للجريمة اللي عملها ولدها، مجزرة جماعية. المهم بعدها سرعان ما جت الحكومة وطوقت بالبيت اللي هو بيت الأم في المدينة المنورة، لكن بدون أي هجوم. يتفاوضوا مع المجرم، لكن يتفاوضوا مع مين؟ أبو الشباب راح مطلع واحد من أولاده من الشباك، وبعض الروايات تذكر من فوق السطح، وقال لهم لو قربتم راح أقتلهم مثل البقية. ولكن رغم هذا الشيء استمروا في التفاوض معه، وخلال هذا التفاوض قال لهم أنا موافق أسلم نفسي، بس عطوني نص ساعة أروح فيها أقتل أخت زوجتي وأجيكم. يقصد زينة، هذا البني آدم مو صاحي. فطبعا رفضوا طلبوا رجال الأمن، إيش هذا الطلب الأهبل، خلوه يروح يقتلها ويجي. فأبو الشباب لما شاف الوضع كذا محاصر وما في أي مخرج، تذكر جريدة الشرق الأوسط بأنه طلع سلاحه وقتل نفسه. وبعض المصادر تحكي أنه انقتل بتصويب قناص من رجال الأمن. المهم في النهاية انقتل هذا السفاح بعد ما ارتكب أبشع جريمة. الجريمة في المجتمع عمل مرفوض مهما كانت دوافع الجريمة. وفي النهاية نقول مثل ما نقول دوما، الله أعلم.